السلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سي بي سي بنا. معكم مروة من تونس باش نخدموا اليوم حلو تونسي مودرن، باش نخدموا حلو اسمه ألف ليلة وليلة. تعرفوا مع بعضنا المقادير، حضرنا هوني بيستاش مرحي، بوفريوا اللي هي النوازات مرحية، لوز مرحي، وعنا لوز كونكاسي يكون مهروش خشين شوية. ما قلت لكمش على المقادير بالميزان على خاطر احنا اليوم باش نكيلو بالملعقة. باش نحطو خمسة مغارف بيستاش. ديما مع البيستاش لازم باش نحطو شوية لوز باش يشد العجينة، راهو البيستاش وحده ما يتخدمش والبفريوة وحده ما تتخدمش. باش نحطو مغرفة كومة لوز، باش نحطو أقل منهم باش نحطو أربع مغارف بفريوة مرحية، نقولو نوازات باش تفهموني. نحطو معاها مغرفة لوز، وهوني عنا اللوز ثلاثة مغارف لوز ناتشوغيل ما حطينا له حتى شيء. نحطو ثلاثة مغارف. كان لاحظتوا حاجة، ديما بيستاش أقل بمغرفة النوازات أقل بمغرفة منهم اللوز. معناتها مثلا نقولوا 300 غرام 200 غرام 100 غرام، نقولوا خمسة مغارف أربع مغارف ثلاثة مغارف باش نفهموا بعضنا أكثر. هوني باش نخلطوا اللوز بالنوازات، هوني باش نخلطوا البيستاش باللوز. ما نحطوش حتى أروم، ما نحطوش حتى كولور، جوست كل شيء نحطوه ناتشورال. هوني حاضري في الصباح يكونوا حضرنا السيرو متاعنا. السيرو متاعنا اللي هو متكون من 300 غرام سكر، نحطوا عليه 100 غرام ماء، ونحطوا عليه مغرفة ماكلة جلوكوز، يغليوا 10 دقائق ونطفيوا عليهم. شوفوهم، شوفوا كيفاش خفيف. ديما نقول راهو العسل لعينك ميزانك، إذا كان جاكم عقد زيدوه شوية السكر كما تشوفوه، يكون ليكيت، يكون جاري بالقداء. نخلطوا مع بعضنا، نبدأ بالبيستاش. كيف ما تشوفوا انتو مليح، بيت معرفة ما تشوفونا خلطوا بالقداء. هذا بيستاش، العجينة متاعنا نحبوها مش جارية ومش يابسة كيما العادة كيما تشوفوا فيها. هذه عجينة البيستاش حضرت، باش نحضروا مع بعضنا عجينة البوفريوة. صبوا البوفريوة، كيف كيف نخلطوا، حسينيها شايحة نزيدوها شوية سيرو. تبعوا العجينة متاعنا، ديما كي تصبوا العسل حاولوا انكم تصبوا شوية شوية، كل مرة شوية احسن من اللي تصبوا كونتيتي كبيرة وتجيكم جارية وترسيلكم في مشكلة. كيما تشوفوا العجينة متاعنا حاضرة، عجينتنا حاضرة، عجينة اللوز لوز الابيض ناتشوريل كيف كيف بالطبيعة. البيستاش يكون مغربل والبوفريوة تكون مغربلة، كيف كيف اللوز يكون مغربل زادا. سيدو جوست شوية باش تتمسك العجينة متاعنا. هذه العجينة متاعنا حاضرة، تكون التعب اللي باش نخدم عليها تكون نظيفة.
هوني الماتريال باش نستحقو قلقل. حلينا اوراق بلاستيك باش نبداو بالعجينه الاولى كيما تشوفوها، باش تشوفوا التراوه نتاعها. حاولوا نحلوها قد قد. باش نجيو هوني نحلو الوازات. هنا شفتوا، حبيت نوريكم كيفاش العجينه اذا تحديها طول على القلقال راهي تلصق. من الاحسن يكون بلاستيك من فوق بلاستيك من تحت. شفتوا كيفاش بالبلاستيك ما تتعدى ديريكت، خاطر العجينه ديما عجينه معناتها طريه، بلاستيك تمشي ديريكت. ما شفتوها هوني، باش نحولوا العجينه الثانيه فوق العجينه الاولى مع بعضهم مليح. هوني تستعملوا السكين قصوا لي كوتي. العجينه هذه الديشي نجمو نعملوهم دي بولات، نجمو نعملوهم بالشوكولا ما يطيشوش، معناتها رانا نستعملوهم. هذايا اللوز، توا فهمتوني علاش المقادير ديما النوازات اقل من البيستاش واللوز اقل من النوازات. الكونتيتي الكبيره هي كونتيتي البيستاش. عودنا جبنا العسل نتاعنا شويه باش نبلو بيه البات النوازات هكا شويه باش يلصق عليها اللوز. نزيدو نخدموه. قصوا الزيت، حاولوا نكبسوا عليها شوية. كيف ما تشوفوا ولات عنا رولو. عنا الفستق هوني الكونكاسي حضرناه، عنا السيغو نتاعنا نعاودو نمدو باش نبلو شوية العجينة نتاعنا. شوفو وباش نعديو الرولو في البيستاش. إذا قد إذا دورناه في البيستاش ما عادش نزيدو نرجعوه على الرخامة، هكا يكون سي بون. نكملو الرولاد نتاعنا، نكملو الرولو نتاعنا تخدم. في الأثناء نروحو فاصل صغير ونعود. الرولو نتاعنا كيما شفتونا لفيناه بالبيستاش، توا باش نقصوه. شوفوا مع بعضنا حضرنا البلا نتاعنا.
ديما شفتوا كيفاش ديما تمسخ تولي تشدلنا في العجينة. هذا يا لحلو اسمه ألف ليلة وليلة، فيه أنواع الفاكهة الكل، دونك باش يطلع بنين بالطبيعة. هذوما لي ديشي نعمل نجمو ناكلوهم ولا نعملوهم بولات، نعملو بيهم شوكولا ولا نزيد ديكوري. ناخذوا شوية بيستاش نزينو بيه. حطينا النواسات، شوية للديكور. إن شاء الله الحلوم تاعنا عجبكم، إن شاء الله تعملوه. الموديل متاعنا صار جاهز للتقديم، إن شاء الله تخدموه، إن شاء الله يعجبكم. خليكم على CBC بنا ونقولكم إلى اللقاء.